إلى تقريرنا الإخباري الأخير وتنفيذا لتوجيهات الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس دار الوثائق في الشارقة. نظمت الدار سلسلة من الورش التخصصية لموظفي الجهات الحكومية حول النظام الموحد لتصنيف الوثائق والملفات المتماثلة وتحديد مدد إبقائها. لطالما حرصت دار الوثائق في الشارقة على تطبيق نظام عصري متكامل لإدارة الوثائق والمستندات، وتجسد ذلك في تنظيم سلسلة من الورش التخصصية لمختلف المؤسسات الحكومية في الإمارة، منها هذه الورشة التي تتناول شرح النظام الموحد لتصنيف الوثائق والملفات المتماثلة وتحديد مدد إبقائها. تأتي هذه الورش لتعزيز دور الدار وتحقيق أهدافها الاستراتيجية الهادفة لتطبيق النظام على الوثائق الورقية والإلكترونية، وتوحيد آلية حفظ وتنظيم واسترجاع الوثائق الحكومية. وتم التركيز خلال هذه الورشة على الجانب التطبيقي والعملي للنظام. وعلى مدار 4 أيام شارك في الورش نحو 80 موظفا من 10 جهات حكومية، تعرفوا خلالها على محاور عدة، منها تقديم الإطار القانوني لنظام إدارة الوثائق وتحديث النظام بما يتناسب مع المتطلبات الحالية، فيما قدم القائمون على البرنامج نماذج عملية لتدريب الموظفين على كتابة رموز التصنيف على الملفات وآليات الاستدلال عليها واسترجاعها. استفدنا من خلال هذه الورشة اللي استمرت لمدة 4 أيام آلية تطبيق النظام الموحد للتصنيف ومدد استبقاء الوثائق والملفات المتماثلة التي تهدف إلى تطبيق النظام، والذي يضمن السرعة والدقة في الاستدلال على الوثائق وإرجاعها إلى أماكنها وتيسير حفظ الوثائق وحمايتها. تم من خلال هذه الورشة شرح آلية التطبيق العملي للطريقة الصحيحة على تعبئة البيانات المطلوبة على الملفات والوثائق الحكومية، بالإضافة إلى شرح إجراءات وحدات الوثائق مثل عملية الاسترجاع والتحويل وطريقة تعبئة الاستمارات الخاصة بهذه العمليات. سلسلة الورش هذه تعد خطوة هامة لدعم المؤسسات الحكومية في مجال التوثيق والإدارة الفعالة للوثائق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وإرساء ثقافة موحدة في التعامل مع الملفات على مستوى الإمارة. هذه الورشة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية نظام التوثيق في الجهات الحكومية وتوحيد آليات حفظها وتنظيمها لتحسين كفاءة العمل وتسهيل تبادل المعلومات. لأخبار الدار مهرة الكتبي الشارقة.